بسم الله. هنشوف دلوقتي اهم الاعدادات اللي موجوده في برنامج الريفت. من قناه فايل بدخل في اوبشن، بلاقي هنا بعض الاقسام جنرال، بلاقي عندي نوتيفيكيشن ان هو هيفكرني كل نص ساعه بان انا اعمل سيف للملف بتاعي، ويفكرني برضو كل نص ساعه ان انا اعمل سكواليزيشن. تمام، فممكن تخلي دي مثلا كل ربع ساعه لو انت عايز تحافظ على شغلك. لو الرساله دي بتضايقك او الحفظ بياخد وقت اطول، ممكن تخليها كل ساعه، كل ساعتين، كل اربعه، زي ما انت عايز، او ما يفكركش خالص. الصراحه انا شايف نص ساعه دي معقوله. اليوزر نيم تكتب الاسم بتاعك، وفي ساين ان لو انت عايز تسجل الدخول من اوتوديسك. يعني لو قلت ساين ان هيبدا يقول لك اكتب الاسم والباسورد بحيث تبقى داخل على موقع اوتوديسك. تمام، اللي هي ممكن تجيها من ساين ان هنا. مجرد تكتب الايميل والباسورد تبقى خلاص داخل انت بالحساب بتاع اوتوديسك. تمام، ده بيقول لك الجورنال فايل الكلين اب هيبدا ينظف كل قد ايه. الورك شيرنج ابديتد، هو كل بيعمل ابديتد كل 5 ثواني بيبدا يشوف اذا كان في حد عمل اي تعديلات او كده، فبيجيب نوتيفيكيشن مثلا ان في حد بعت لي ريكويست او في حد وافق على الريكويست، فتقدر تخليها مثلا كل فتره. تمام، براحتك يعني، ما فيش اي مشاكل خالص، لان هو مدارك ان هي مثلا من 5 ثواني لدقيقه مثلا يروح قايل لك ان في حد بعت لك اي ريكوست. الفيو اوبشن لو انت بتعمل فيو جديد، الافتراضي بتاعه ان هو حاطط في كوردينيشن. تمام، ممكن تخليها مثلا في الاستراكشر، ممكن تخليها في الميكانيكال الالكتريكال زي ما انت عايز. اليوزر انترفيس دي اهم قائمة اللي هنا، اللي هي ممكن تختلف من شخص لاخر. تمام، يعني مش بيتكلم على قائمة انسيرت ولا انوتيت ولا اناليسيز، الحاجات دي طبعا مشتركة بين الناس كلها. لا، هو بيتكلم على مثلا ارتكشر، ممكن تكون انت مثلا بيشغل ارتكشر ممكن تشيلها، ممكن ما تكونش شغال استراكشر تشيلها، ممكن تكون انت شغال استراكشر ومش محتاج الام اي بي فتروح مسهل على نفسك وتخفي مثلا الحاجات الخاصة بالالكتريكال والميكانيكال. تمام، بحيث ان لو انت مثلا ما بتستخدمش المسنج تقدر تشيلها، الحاجة اللي انت ما بتستخدمهاش تقدر تشيلها. تمام، الاختصارات تقدر تيجي هنا وتحدد مثلا انا عايز الكوبي الصار بتاعه سي او سي سي، تقدر تضيف اي حاجه تانية. تمام، بلاش سي سي عشان ما حدش يتكلم عن حاجه في السياسه. تقدر تخليها مثلا لو حرف واحد يبقى لازم تدوس الحرف ومسطره، لو حرفين هيشتغل على طول من غير ما تدوس. مثلا خليها مثلا سي بي مثلا. تمام، تقول له اصاين، يبقى كده لما جاب لي رساله بيقول ان السي بي ده موجود في امر اخر اللي هو كوب. تمام، طيب يبقى انت محتاج ان انت لو قلت له موافق هيلغي الامر من التاني ويخلي السي بي لكوب. تمام، ممكن نخليها مثلا سي 2 مثلا. تمام، وممكن لو انت عايز تعمل اكسبورت الملف دوت بحيث لو انت ليك خسارات محدده مثلا ماشي على نفس الخسارات بتاعه الاوتوكاد، تقدر تعمل لها اكسبورت وتيجي على البرنامج اللي انت شغال عليه وتقول له امبورت. الدبل كليك اوبشن دلوقتي انت ممكن تقول له مثلا لو انا دوست مرتين على الفاميلي تدخل على الاديت فاميلي، او تقول له لا ما تعملش حاجه، او اديت تايب برضه السكتش اليمنت لو انا دوست مرتين. يعني لو انت دوست مرتين على العنصر دوت يعمل ايه؟ مثلا لو انت دوست مرتين على الستير، ممكن تكون انت بتدوس مرتين بدون قصد كتير وبتلاقي الموضوع بيرخم عليك، خليها دو nothing يعني ما تعملش اي تغيير خالص. تول تايب اللي هي لما تقرب من حاجه يبدا يديك ملحوظه معينه، هل هو يجيبها نون ولا مينيمال ولا نورمال ولا هاي، دي حاجه مساعده. تمام، ممكن لو انت مش محتاجها وحاسس انها بترخم عليك، انا ساعات مثلا في بعض الاجهزه بتهنج وبتفضل موجوده يعني حتى بعد ما تفضل شغال مثلا المربع ده، فانا في بعض الاجهزه لما الاقيها بترخم عليا بخليها نون. enable recent file page at setup startup، اول ما تفتح يجيب لك الشاشه اللي هي اخر ملفات انت اشتغلت عليها. وبعد كده الريبون تاب سويتش behavior لما after cleaning selection or after existing البروجكت انفايرمنت، لو انت دلوقتي الريبون دوت عمال تغير فيه دلوقتي مثلا بتعدل في حاجه، يرجع للحاجه اللي قبل كده ولا يروح للموديفاي تاب. الفيلم اديتور تمام برضه، هل يفضل لو انت مثلا بتعدل في حاجه يروح على الموديفاي ولا يرجع للامر اللي كان موجود عليه. الفيجوال اكسبيرينس انت عايز ممكن
تخلي مثلا ده دارك مثلا، تخلي الشاشة دي سودة شوية أو تخليها فاتحة شوية، تمام زي ما أنت ملاحظ. وممكن تقول له استخدم الهاردوير جرافيك اكسلريشن اف افيلابل، دي في الأجهزة الكارت الشاشة اللي بتاعها قوي، تمام. ممكن لو علمت العلامة ديت وانت كارت الشاشة بتاعك ضعيف ساعات بيعمل مشاكل. طيب هنا برضو نفس الجرافيكس دي، لو انت علمت عليها وكارت الشاشة عندك في مشكلة بتلاقي بعض المشاكل بتحصل لك، تمام. فانت ممكن لو شلت العلامة ديت المشاكل دي تتحل، يعني ممكن تكون مثلا راسم خطوط فتلاقي الخطوط دي بدأت تقطع معاك، لو عملت مشكلة بتجرب ان انت تحذف واحدة من دول وتشوف ايه اللي هيحصل معاك. الكولر، عايز الخلفية بتاعتك بيضة زي كده ولا عايزها سودة، تمام. السيلكشن، لما تعمل سيلكشن عايز اللون يبقى ايه. البري سيلكشن قبل ما تعمل سيلكت، اليرت التحذير، دي الالوان دي ممكن يكون واحد بيضايقه اللون الازرق، ممكن تغير اللون زي ما انت عايز، تخلي خلفية سودة مثلا على سبيل المثال. هنا ده التمبرر دايمنشن، لما اعمل سيلكت هو بيعمل دايمنشن بين العنصر ده والعنصر الاخر، فبيقول لي انت عايز الدايمنشن ده يبقى قد ايه، عايز مثلا تكبر الدايمنشن ده مش شايفه او عايز تصغره زي ما انت عايز. الباك جراوند، عايز الباك جراوند تبقى شفافة، تمام، بحيث ولا عايزها بيعمل زي مربع كده بحيث ان انت تبقى شايف الرقم وفي مربع بيداري على اي رقم تاني موجود في قلب اللوحة. الهاردوير دي بإعدادات الهاردوير. الفايل لوكيشن دي اماكن الملفات بتاعتك، التمبليت، تمام، تقدر تضيف اي ملف تمبليت امتداد ار تي اي، تمام، هتلاقي مثلا دوت تقدر تضيفه، تديله الاسم اللي انت عايز تقول له اوبن هيبدا يضيفه لك هنا. تقدر تعمل واحد تاني كهرباء مثلا، لان في ناس كتير يقول لك انت عامل ميكانيكا ومش عاملين كهرباء، لا اعمل انت كهرباء، اعمل يعني الفرق بين الميكانيكا والكهرباء في الاعداد بسيط، تقدر تعمل الملف اللي انت عايزه وتخليه هنا. الملف بتاع الملفات اليوزر اللي هي ملفات الباك اب، عايز تحطها فين. الفاميلي تمبليت لو انت عايز تحطها على الهارد بتاعك بحيث ان مثلا لو فرمطت السي ما يحصلش حاجه فتقدر تختار. المسار بتاع البوينت كلاود تقدر برضو براوس وتختار الملف اللي انت عايزه، ودي تقدر تشوف الملفات اللايبراري لو انت عايز تحط اكتر من لايبراري مفيش اي مشكله. اعدادات الرندر، لو انت عايز تضيف بعض المسارات للماتيريال بتاعه الرندر، وممكن تقول له انا عايز اعمل رندر على النتورك او لوكال. السترنج هولز ديت اللي هي لما تيجي في الجزء دوت تو دي هول، بيبدا يقول لي ان انا اعمل زوم، اعمل بان، اعمل ويند، ببدا اشوف اذا كان في فيوهات تانية. ولو انت دخلت في 3 دي بتلاقي الموضوع اكبر بشويه، يعني بيديك اختيارات اكتر ناحيات الاوربت والسنتر والووك، بيديني امكانيات، بعض الامكانيات اللي بتساعدني في التجول في المشروع. فهنا بيقول لي اذا كان مثلا اول ضرب الماوس يبدا يديك بعض التول تيب، بعض التلميحات، مثلا السرعه عايز تزودها، عايز تزود الشفافيه، لو انت شايف في الووك بتعمل زوم، بتبدا تتحكم لو انت حسيت ان حاجه خفيفه اسرع من اللازم تقدر تتحكم فيها من هنا. الفيو كيوب اللي هو ال 3 دي دوت، هل هو انت عايز تشوفه في كل 3 دي فيو ولا بس الاكتف فيو، لو انت عندك كذا فيو فالاكتف اللي انت شغال عليه بس هو اللي يبقى في المكعب دوت، عايز في التوب رايت ولا في الليفت ولا في البوتوم، يعني بوتوم ليفت مثلا يظهر لك هنا، تمام، حسب ما انت حابب او حسب ما انت متعود. الحجم بتاعه كبير صغير متوسط اوتوماتيك حسب الشغل بتاعك. الشفافيه تبقى قد ايه، لو انت بتعمل دراج يعمل سناب لاقرب فيو مثلا، لما تبدا تدوس عليه اللي يحصل بيبدا مثلا فيت تو فيو يبدا يقرب من جزء معين، الحاجات اللي فيها تعديلات الاختيار ده كويس مثلا، فالحاجات دي بتسهل عليك الشغل. الماكرو ده عبارة عن ملف برمجة، بتبدأ تشوف انت عايز تعمله انيبل ولا ديسيبل، بحيث هل انت محتاجه ولا لا من قائمة مانج. لو انت مش شغالش بيه ممكن تروح قافله على اساس ما يحصل لكش فيروسات. هي ده بتبدأ تقول مثلا عايز افعل الماكرو، عايز اشغله، عايز اقفله، ف يعني
حسب ما انت عايز. تمام، تقدر تعمل ماكرو لو انت ليك في البرمجه مثلا بالسي شارب او كده، بتبقى سهل جدا ان انت تعمل حاجه ممكن تاخد منك وقت اطول من غير الماكرو. لو انت مش حابب ممكن تقفله، بحيث ان في بعض الناس الوحشين اهل الشر اللي احنا بنخبي عنهم المشروعات ممكن يبوظوا لنا الشغل بتاعنا.